أنا بقول لك على أساس عم يدور على قاتل علي، بس للأسف الحقيقة غير هيك. طلع الأفندي عم يضحك علينا وعم يتلاعب بمشاعرنا. بعمل لك فنجان قهوة؟ حتى أنتي بلانا فيكي وتركك وراح، ولوين؟ لحتى يشوف بنات. خرب لي حياتي. الله يلعنك. مؤيد وقف، شو عم تساوي؟ خلصي انتي. مؤيد مؤيد بترجاك اطلع لبرا. انتي لمين عم تقولي اطلع لبرا ولا ايه؟ هذا البيت لإلي. إذا شافك مهند بغرفته بيجن جنانه. انتي بتخرسي، ليش خايفة؟ بتخافي من هالتافه؟ والله صحيح، هذا بطل العيلة. طبعا بينخاف منه لأنه بيصير مثل التور بس يعصب. انتي بتعرفي شو يلي عملوا فيني هالحقير؟ حط فوق راسي ديون بحياتي كلها ما عاد اقدر اخلص منها. حولني لشخص ما بيسوى 5 فرنكات، حولني لخرقة وسخة. وانتي كمان. خرب لك كل حياتك ولساتك بأول عمرك. وهلأ جميلة رح تاكل نصيبها. مؤيد مشان الله رجاء اتركها. هذا أخو علي، وهي جميلة، وهي هو جميلة. يا عيني، هاي مهند الصغير. وأنا مو موجود. هاي مو مهند اللي عملها، جميلة اللي عملتها. معناتها إلهيمة أكبر. جميلة يلي عملتها، جميلة اللي عملتها. بترجاك لا تسقها. أنا كتير بكرهه، ما فيني أشوف وشه. أخذ مني كل شي بحبه بحياتي. جميلة رح تتزوج بدر. سببك انت رح تتزوجه. انا بعرف انك رح تقبل بهالشي بس لحتى تطلعني غلطان. من حقها لجميلة تختار اللي بدها اياه. انا بسببك انت تخليت عن البنت اللي كنت بحبها. انت تخليت عنا مشان المصاري. لا مو صحيح، تخليت عنا لما طلعت انت بوشي. ليك مؤيد، لا تضيق لي خلقي، لسه من جديد عملت لك قتله، لا تجبرني شوه لك وشك، انتبه على حكيك. انا منتبه منيح لحكي، تخليت عن البنت اللي بحبها مشانك. لانك اخي ومديون لك تخليت انا عن جميله. لا مو مشاني ابدا. مشان هدول تركتك. خذ خلي المصاري تشبعك يا حقير. خذهم كلهم. خذ خذ يا حقير، انت بسببك هدول خليت عن جميله. هون لسه ما خلصت يا تافه. انا حد بكفي خجله بقى. العمى في عيونكم شو عاملين ذوق؟ بس انت وياه تعبت، خلصنا بقى. برافو برافو، اجا سامي افندي وكمل الجزء الثاني من الحفله. لا تصرخوا لك مؤيد، خلصنا بقى بكفي. شو مبسوط مهند؟
هي ابوك رح يطلع ابنك. افتخر بابوك يا بطل. حقير. والله ما قدرت امنعه. ضلني رجعلها هون. اتركني. عملك رجع بابا. بكفي. روح شوف شو عامل. خلاص اهدى. لا تقلق وما في شيء. خناقه عائليه. هو اللي عمل هيك. حاولت امنعه واخذها من ايده بس ما قدرت. اطلعي لفوق. ليه لك اطلعي؟ الله يكسر ايديك. من وين جبت المصاري؟ سرقتهم. مضبوط اللي حكاه هذا التيس؟ ها؟ فعلا بدك تطلق امي؟ ما دخلك بهالقصة. انت جاوبني على سؤالي. منين جبت هدول المصاري؟ وانت ما دخلك كمان. الوعود اللي وعدتكم اياها رح اوفيها. ان شاء الله خلال اسبوع رح افتح 100 عربة بيع للبكرة. وهذا مو حكي، بتعرفوا انا بس احكي بنفذ. نعرف، بس سمعنا انك متخانق مع مؤيد. لهيك انا بدي اجي اطلب منكم تمنحوني فرصة تانية. يعني عندي افكار بس ما في مصاري. بتمنى انه تساعدني. شيك مفتوح لك. انا من الاول قلت لك انك كتير بتشبه. انا مثلك، بلشت حياتي من الصفر. والاهم التنافس اللي بينك وبين اخوك. بتصور انه رح يفيد شكل. بس بعد اسبوع رح اسالك عن حساب 100 عربي. إذا ما عملتهم بزوق بوشي. أعطوه قد ما بده مصاري.